اتليتا 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 يا اخوان مفيش نو اتليتا. دول بنقام على السجية، النصيحة في لسانه بالنية. اتليتا 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 اتليتا. الحقيقة سمحة إلا إن إكليتا مرة إكليتا 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 إكليتا. عم فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني إكليتا 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 إكليتا. يا أخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي، لو ما عاجبكم خلوني. إكليتا يا إكليتا 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 إكليتا. يا ولدي أحسن تفطر وتطلع. تفطر شنو يا ما أسعدك الله من قريت حبساني؟ أنا تقول له يفطر وعلي أنت حالك. وين الفطور؟ يا هندا طماطم دي؟ سلطة زي العجب. لا لا بالهنا يا يما بالهنا. الليلة يا عكليتا والليلة يا عكليتا، كر علي يا جنان كر علي يا وب علي. يا ربي بلدك وين؟ يا ربي الحاصل عليك شنو؟ كر علي كر علي كر علي يا جنان بطني. يا ربي أكل بيكون ما أكل، يكون جعان يكون عطشان. يا ربي الحاصل عليه شنو؟ ورق مي هنا بطنه فاضية ما ماكل حاجة. كر عليك يا عكليتا كر عليك وكر عليك. هسه انا اعمل شنو؟ انادي جلال احسن انادي جلال ومروه احسن اناديهم. جلال 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 الحق في شنو مالك؟ عكليتا خطفوه. شنو؟ عكليتا عكليتا خطفوه. عكليتا خطفوه؟ عكليتا عكليتا؟ اي عكليتا 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 خطفوه. الله يلا عكليتا شنو خطفوه؟ يا اخي عكليتا والله بيكون هو الخاطفون. جلال المخطفين دول بيكون عندهم مطالب، سريع عشان ننقذ عكليتا امشي كلم السلطات. سلطات؟ أي. انا اكلم السلطات؟ انا والله امشي اكلم السلطات، السلطات يمسكوا عكليتا لانه يكون عكليتا هو الخاطف. ما انت هو اقول لا لا انا لهم ما رفضوا لهم مطالبهم اصلا تركوني كله كله. لا انت والله العظيم أنا متعاطف معاكم. شغلان يا رجل، قعد لكم من قبل، أنا مش أي حتة. لا كويس كويس. أنا مش أي حتة. أسمعكم صوته؟ أسمعكم صوته؟ والله حي اللي يرزق. ها؟ اختصر ها؟ اختصر. إيه؟ في شنو؟ في الجماعة؟ ما بتعرفوها. عليكم الله يا أخي، عليكم الله، خلوني في حالي يا أخي. أنا أي حاجة. انتهى. يعني هما داينا ننقذه ولا شنو يعني؟ ما عارفه فهمه شنو. بيكون خايف علينا لكن لازم نعرف الحقيقه. خلاص نشوف السلطات وصلت لي وين. اكيد السلطات بتعرف تتعامل مع العيله دي. يا رب ياكل ولا لسه قاعد بيجوع. شفتوا اهم حاجه الدوله ما يكون خاطرنا ما رفضوا كله كله، لازم يحققوا لكم مطالبكم ده الاصول كده. في زول بس في زول بيكون ساعد بدون ما يحققوا له مطالبه. بص اهلين يعني خلاص نطلق صراحه. صراح منه؟ والله ما يطلق صراحي من هنا كله كله. ده انت مالك انت؟ تحقيقا؟ ده المخطوف عامل قبل يزعجك. الو
حلوه بس. لا لا انت عم تفهم؟ انت خلي بالك غبي. تكذب؟ انا ما بتقبل اي حدا. اسمع انت ما تفكر مره تفكر ليك، انا عندي مقال ثاني. ايوه معلش يا بص، دي صدمه الافتكار. لا فينا انت خلاص مش همشي. خلينا انت منو؟ خلينا منو؟ ذوق ده غبي ما بنفهم. ولا انت ما بتفهم؟ ده غبي. اتخرج يا زلمه. خلينا يا زلمه. خلينا من هنا. اطلع خلينا يا زلمه. يا انت حققوا لكم مطالبكم؟ مطالبكم حققوها لكم؟ خليه يحقق لكم مطالبكم يا اخي. يا اخي خلاص اتفضل. هو انا في ذلك الطبيب في كوكيل ازاي؟ بدون ما يحققوا لهم مطالب؟ انا قاعد معاكم انتم ما تستعجلون. يا زلمه احنا اتركنا صلاحك ولا تمشي يا اخي. لا نعم. انا معاكم معاكم. اطيح بين رجلي. افك الرجل. انا ما اطلع قصه. ثم ثانيا. ذوقكم ده ما يفهم، بعدها انا ارقص، انا بفكر ليكم. كنت تقول انا ما يفهم يو؟ يحترم نفسك يا زول. ما بيحترمها، ده تعرف كده؟ علي ولا تعرف كلمة ثانية. يا زول اهتم بيك انت ولا تمشي؟ عم جبل. يا مصطفى اقول لك حاجة؟ يا خلينا نتخرج يا خلينا المحل يا اخي. اعرف نمشي. يا اخي خلينا خلينا يا لا لا خلينا لك يا جبل. يا جبل. تعال يا اخوانا. والله يا اخي بعيد علي. يا سلام يا سلام، الحمد لله على السلامة يا عكليتا. لكن ما قطعت تقاليدنا عليك كده يا عكليتا. كر علي يا ولدي، تكون جعان ما كلت حاجة ها كل. هيا يا عكليتا، هل خطفوكتين؟ أنا جلال، خطفوني شنو يا عمي؟ أنا دامت خطفتا. يا اخوانا في شنو؟ عجليتا دور بنقام على السجية، النصيحة في لسانه بالنية. عجليتا 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 الحقيقة سمحة إلا إن عجليتا مرة. عجليتا 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 فيها ما شايفني لكن ما الضبط الحارقني. عجليتا 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 يا اخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي، لو ما عاجبكم خلوني. عجليتا يا عجليتا 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 عجليتا